اه كفنتها؟ ليه ما حاشتي فهمت انا ولبستهاش؟ اه بالحق انا جوك احلى جو. جوي احلى جو وانت؟ تيلي انا سلكتها من اول عام. بدلت الادريس على الجواب ونلقفها في دار الميتي في كل تريمستر. والله صح. وميمه هاي تمشي تفرج في فيلم؟ ليه هي عندي ايتود. باهي نهار لحد فما مسرحيه تشي؟ والله البروفيت قربوا دونك عندنا رتراباج ما جابش. باهي ما تحبش حتى نمشيو سينما ولا حاجه؟ عندي مراجعه ما نجمش زين نقعد نقرا. ايتود ورتراباج وريفيزيون هذا كل ما عندك وقت لحد شيء اخر؟ الله غالب قرايتي اهم حاجه عندي. رجولي يا صاحبي حالتنا ياسر مزبط. قول انت مصاب واحد جاي يعيش في فرنسا فنلندا. فنلندا؟ علاش فنلندا؟ ما تعرفش كيفاش يقراو غادي؟ كيفاش؟ غادي يختاروا لي بروجرام نتاعهم ويعيطوا للاساتذه نتاعهم باساميهم ويزيدوا يخلصوهم من فوق. بالرسمي؟ يا ولدي وين عايش انت؟ شوف بالي شبارح كي دونك كونفيرونس انترناسيونال تاعت برشا بلدان في العالم والاول مره باش تصير في تونس دونك هي لما تلامذه اساتذه طلبه اطارات تربويه واي تونسي مهتم بالتعليم فرصه باش نحكيو في كل شيء ومرحبا بكم الناس الكل.